والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا فيكم في مرحلة يا إلهي في حلقة جديدة من فاكتوري وهالبلا متحرطمون. أوكي حقك علي هني بعد شكله نفس الحالة. في أخطاء بسيطة يوم طلعنا في المصنع والأخطاء موجودة عادي يعني تنحل في دقائق، بس واحد ينتبه للعلامات الموجودة على الخريطة بس. وتشوف هنا بعد ما في تحت اخطاء فيه ما ادلهم. لو تشوفون مديت الخطوط هنا وفرت بعض الوقت لان اخذوا وقتها الصراحة، وسويتهم في وقت الحلقة بيطولون وايد وشوية يمللونهم مد الخطوط يتملونهم، بس خلنا نعد الخطوط. هاي خطوط الانتاج، هاي خطوط الانتاج ما تملل، خطوط الانتاج ضرورية عشان نعيش. شوف هالشغلات الصغيرة اللي واحد لازم ينتبه لها، هاي اللي يسوون فرق ترى في الانتاج. لا ثلاثة على اربعة. الحين انا حاولت اختصر الوضع، يبناهم هاي ونحطي مثلا الالكترونيات الحمراء. الحين ما في دايركت، مرة دايركت دايركت، بس اتشاور ان هذا تصميم وعنا نجيب من هناك الجهاز اللي نحن مسوينه مكبرين. لكن اتصور مفروض ما يصير له مشكلة، نحن باربع خطوط حلو، كل خط فيه اثنين يعني رقم واحد. شو بيكون؟ لحظة خلينا ننظف البقعة هاي. رقم واحد شو بيكون؟ بسوي واحد وبسوي له دوبلكيت تراني. رقم واحد بيكون عبارة عن، شوفوا واحد اثنين، بس اخلي بينهم فراغ. شو؟ لا مو اخلي بينهم، كنت بحطي بينهم شو سبلاي تشين، بس كن برا، بس بخلي قدامهم مكان فاضي، بخلي بينهم مسافة صغيرة. اوكي مسافة عادي، بحط عمود في الوسط، بنحط الامدان هاي مش متساوي 100% ترى غلط، خله مو مشكلة خله، مو برد عيد الواحد واحد. هبا هني حطيهم جنب بعض، نخلي فراغ شوي اكثر، نبي أخلي شوي فراغ أكثر في الوسط. لا ما بوهن، ما بوهن أبدا. في الوسط بنحطي الربع، وهذا يكون حلقة الوصل أصلا يعني. هي المرحلة الصعبة نحن سويناها، انتاج بلاستيك، انتاج بلاستيك والموارد هي اصعب شيء. ترى هم اللي يخلون انتاج سهل او صعب، او هاي سوالف، ترى هاي سوالف ترى تذبح معنوية انتاج، والله تذبح المعنوية، انتاجها يجيب المرض والله صدق. الواحد يتم ساعتين ثلاث أربع وهو يرتب. في شغلات ترى أرتبها من بعد الحلقة، فبتشوفون يمكن مرات شغلات زيادة ونحن نمشي أمور زايدة كذا. في أمور أنا أحس إنه نفس إنتاج السامان أحطيه في الإنتاج، وهذا شغلات أساسية أحسه، وأنتم أعلى من هذا يعني تكون شيء أساسي. إنزين هذا بيدخل البلاستيك، وشو نحن من كالعادة من الوسط مالنا شو متل كالعادة، كالعادة متر مالنا من الوسط. لحظة متر، أي شيء ثاني في الوسط برايا متر
شيء ثاني برايه. هاي ما تسوى الصراحة، خلها كذي وخلاص. والله حسيتها ما تسوى آخر شيء الشغلة يعني، ما تسوى تسويها آخر شيء هني. هني يمكن شوي تسوى، مش وايد مرة. بينت برش مسوي أنا. ترى هي هاي التوصيلات الحين اللي تستهلك فعليا اكثر الوقت. هني بس غير يكون شوي هني تفرق الصراحة، تفرق شوي. لحظة شوي انتو وقوموا من ذر، فكوني فكوني يا ابوي. زين، بس الخط الثاني هو الخط اللي يفرق، بحيث هذا وين يطلع انتاج الحين؟ هذا يبي يستلم من هذيل اللي هو هذا بيحط انتاجه داخل هني برا. هنا بنحطي هني شغلتين، بلاستيك اند كوبر. سو يعني بلاستيك مالنا بيسوي 4 خطوط الحين. بلاستيك مالنا هذا 4 خطوط. اوكي حلو. الخط الاول ما بلفه مرة سيدة، هذا شو نسوي فيه؟ اندر جراوند. ونمد البلاستيك وين؟ بالاتجاه هذا. وبعد اظن بلاستيك ثاني بنمده في الصوب الثاني. فشو اللي بنسويه؟ بنسويه بالطريقة هاي. هذا البلاستيك اوكي، هذا البلاستيك من صوبين. هني بعد بلاستيك ثاني، مش بلاستيك واحد. هني ما يباله، هني يباله صراحة بتفرق. ليش بتفرق؟ لأن بنيبة هني اوكي، وبنحطي سبريتر، وبنمد هني كل واحد ذكر كل واحد خط بروحه ترى في الانتاج، يعني هني ما يخصم في الباقين، كل واحد له مصنع يهتم فيه. فإذا واحد فشل الله يعين الباقين، إذا واحد فول يعني قبل الثاني بنحط له مصنع، مش قضية يعني. بس ان تعرفون ان في احتمال اصلا، في احتمال في اي وقت انه ما يكون تجربة ناجحة، ف عادي يعني. هذا هني، هذا وهذا بعد نفس الحالة هني. هذا وخلص، هذا انتهى دوره هني.
هالبلاستيك. عندنا الخط الرابع، طبعا احنا وايد مكسينا في بعض على فكرة. المفروض انه يطلع بتساوي، مفروض، لكن المفروض شيء والواقع شيء ثاني. اخليهم نفس الشكل، مو احلاهم والله، عيبيني نفس الشكل صراحة. شيء جميل. نفس المكان هذا البلاستيك الأخير. شوف هني الشغلات هاي ضروري انكم تشوفونها شوي، بس شوي يمكن تملل، لانها انا ما تمللني بصراحة، انا احب اللعبة اصلا. فالتوصيلات هي عبارة عن معظم اللعبة اصلا، شيء جميل صراحة. التوصيلات هي تبين كيف ممكن تسوي مصنع. الحين صراحة شكل المصنع جميل، والله شكل المصنع جميل. انزين هذا هني شوي بنفرق عن الباقي، بنيه بأسلوب ثاني من الوسط. ما عندي برايه تاج شبه موقف ترى هو. زين يبغالنا نصير نشوف شو سالفة انتاجه. هذا خط، هذا خط، ايه هذا الخط الثاني، هذا الخط الثاني. عندنا الثاني هذا خط، هذا الخط الثاني، هذا واحد، هذا اثنين. بعد نزيد خط هني، هني ترتيب، هني فرق. انت تعرف وين برودكشن مالك رايح ولا ما تعرف؟ لحظة انا جبت العيد. يا الاوتو سيف لا تلعبوزني، اكره شي عندي من الاوتو سيف. واحد مركز في حسبه يخرب مخه. علقت في هذا، زين هذا الأخير شوي خط يمين بس عادي، مش قضية يعني. اوكي هذا أكثر اللي تبون تعرفون انتم الصدق، هو هذا هو انتاج شو اسمه اصلا، الريد سيركت اصلا. هذا كلهم ينتجون اتجاه واحد، دخلهم في البوابات الحين. زين هاي ابغى ادخلهم اساس انهم اسمه واحد ذهبة، اربع خطوط مش خط واحد. ونت هذا لهني، ممكن كبرهم وصغرهم، بس ما اظن راح يسوون الانتاج اللي ممكن نحن نتخيله حاليا. بس لا والله ممكن يسوون انتاج اكثر، حتى ممكن يسوون انتاج اكثر والله. شغالين، ويت
شغالين بشكل ممتاز. ليش انا ليش اقول لكم ممتاز؟ لان شوفوا الخطوط فل ما قاعد تنقص معنا، فينا نزيد الانتاج بعد عليهم، بس بحط سبيد موديولز. بس بشيل شوي شغلات الاول. نايل هاي السالفه بشيلهم. خلهم يشيلوا الانتاج اللي عليه كل شيء، بيودونهم صناديق طف بريهم، يودونه وين ما يودونه. اوكي نحن شو نروم نسوي هني؟ نروم نسوي بلاوي، نروم نزيد الانتاج الحين. اذا نقص شوي ما بكون خسر شيء، يعني على الاقل بكون زدت له شوي. امورهم طيبه. بس شو اتري؟ اتري اخر سبيد موديل زيني. وشو بسوي يومين اخر سبيد مودلز؟ بنسخهم كلهم، برد بسوي لهم بيست فوق. ان شاء الله يستيم كان، ان شاء الله ان شاء الله يستيم كان. هذا سبيد مودلز يا بوليا. الحين نيو بلو برنت، ابغى اشيلهم كلهم مره شي ضربه. لا تسيب مش وقتك. اوكي نركبهم وين؟ مره فوقهم بيستوي، بس مش بالشكل اللي انا ابغاه، الا اذا بد امد داخل البيس، البيس الاول اللي تذكرون، امد الانتاج داخل هناك. اوكي بمده، بني بهني بني بهني بني بهني بني بهني بني بهني بني بهذا. في كهرباء نواقص مو مشكلة، بنزيدهم إذا كان في نواقص أصلا. أوكي بني في واحد فرق شوي لأنه ما كان سيدة وياه مع فكرة، هاي سبب إنه فرق اللي على اليسار، فرق حطيته أنا زدته زين. نشوف هني، نشوف هني. الحين شوفوا، الحين شوفوا هل راح يوصل اللي انتو تبونه ولا بحر اللي انا ابغاه. بدنا كبل كهرباء، استوى الانتاج. الحين هني بيبدا ينقص شوي، بس هذا انتاج ضخم على فكرة، هذا مش انتاج صغير. زين انا فاهم انت شو تبي تسوي، بس ما عندي اندر جراوند بولت، ما يابولي قال ستريا. وليش عندي مليون صندوق انا؟ شو دام فتح جمعية صناديق الخيرية انا؟ هاي المباهن مباهن في السيستم، يمكن بعدين نبني شيء جديد وتحطونهن. هاي المباهن خلاص عقب، ما بخطرات الحين. بس اتصور انتاج البلاستيك حاليا يكفي، منتج الموضوع كله ترى انتاج بلاستيك على فكرة، يعني لا اكثر لا اقل. في حد غير ما عنده كهرباء؟ هي هاي. اوكي اوكي اشتغلوا. زي ممكن احصل اندر جراوند بولت ولا حتى لو سويت، ترى ما عندي ايرون جير اصلا ما اسوي. واذا انتجوا ترى
بيروح الانتاج. بس شوفوا هالبلاستيك شغال والله، اتصور انه مستقبل ناجح هذا البلاستيك. ترى شيء تحت بعد بترول وايد الروم يزيد ترى الانتاج. شو التناكي فول بعد اصلا بعدهم بينتجون. بس هذا انتاج شوي ضخم. بس شوفوا هذا انتاج الحديد ساد، بس هذا غصب. شوفوا من الحق، مع ان كل واحد له خط بروحه كل مصنع انتاج. بس ترى نحن مو مقصرين ويا بعد، راقدين على ريس رقاد. هم بس يكملون المصنع الحين، بس يكملون المصنع بنمد لنا خطوط زيادة. من الحين شوي شنا نقص في الانتاج الاندر جراوند بلت. هم اتصور قاعد يسوون الحين اندر جراوند بلت هناك، قاعد يجهز عندي. شكرا وتسير. بعدين يجهز عندي الاندر جراوند بلت، بعدين شو يستوي بس عن انتاج افضل. بس هذا الانتاج يمكن خط واحد منهم ابقى ادخله في هذا، واحد منهم لازم يبث هذا. عم بدخلهم كلهم هني الا واحد بيبه، بزيد هذا ها بشله. اوكي بيبه هني معهم، بسوي له حركة القفل بعد يستوي من الطريقة هاي بعد. تريم الصوبين يعني هذا مثلا وابوك سرقوني على طول هاي، ما صدقوا ما صدقوا يشوفون عندي شيء. انت جيد دام البلاستيك هنا مرتص، انا اشوفه زين دام البلاستيك مش قاعد ترنح، بس ما قاعد يوقف ترى هاي ميزة. بس اوكي ستور شغال، بس مش اظني اروم ازيد الانتاج بعد حبة عادي يعني، ممكن جدا. الحين بيش يسرقون واحد شوفوا حرامية. يا الله استويته 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 على حبة ما عندي زين. اذا على حبة ما عندي لحظة، هذا ما باهن ما باهن ما باهن ما باهن حاليا ما باكم. انت اباك شكرا، ما بغي يبولي زين مني هذا. هاي ليش ملعوزيني؟ ليش في شير هني اصلا؟ ليش في شير؟ شلو كله هذا راح يدخل الانتاج، نعدل فيه الانتاج الاولي مالنا. اوه عندي حلو، هذا راح يزيد الانتاج الاولي. وهايل اذا ما كفى هناك راح شو اسوي؟ ابا شكرا ماك، ما يبول الا حبه شن ذا هاي. شكرا هذا بيجي وين هني، وهذا بيجي من ورا. بدخلهم هني بس مو بديهم مكان حاليا، ارمي بهم مكان واحد. سوى شيء ما عندي اندر جراوند بيلز، ابغى اشوف هل بحتاج ازيد هني خط ثاني. اتصور اني بحتاج ب
محتاج الانتاج الاولي يزيد. هني في شغلات فضلت ترى لازم اشيلها. شوفوا هني بيبين عندنا لا اوكي، هذا سكر انتاج واحد، اسكر انتاج بيبدا يرص الحين، رص شوفوا قام يرص حلو. كم درون وصلتنا؟ وصلت 12,000. مش كلهم شغالين على فكرة، انا هالشي مضايقني انه مش كلهم شغالين. شلوا مني حرامية، اخذنا حرامية. بخلص الحلقة هني لان اول شيء هم حرامية قاعد يسرقون. نكمل انتاج لا شوف الحق انت جايله اندر جراوند بيلت، يبالي هاي يبالي ذاك، اوكي يبالي يوتيليتي كامل. بس شو بسوي؟ يبالي بيلت، يبالي بيلت. اول شي خلنا ننتج واحد من هذا، انزين بعدين ننتج واحد من هذا، وبعدين ننتج هذا. شغل انا شوي يبالي اويل، يبالي مصنع بس حقه. ما في احسن مصنع ينتج شي واحد يوازن نفسه الصراحة، يعني يمكن افضل مصنع يوازن نفسه هذا يكون. بس بعد قاعدين ينشفونه مرة، ينشفونه. لا خلاص بساعده في الانتاج هذا. نساعدك في الانتاج، لو تسيب نشوف اللي في حياتي. بعض اوقات اكرهها، بعض اوقات احس ما غير بضيء. قلت بس الطلب الحين بيزيد ترى، كل على العرض والطلب، فبيحتاج خطين هني. هذا كل على اساس المصنع، كل على اساس المصنع. بس خطين انتاج دائما بينتجون افضل. هاي الخدمة الحين هني بوقف الحلقة في خطوط الانتاج. تقدر تسوي كنترول كم ننتج درون، كم نسوي كذا، كم عدل كذا، كم وايد شغلات انا مسوي. بس شكلي بسوي مصنع بلاستيك ثاني، اتصور هذا الحالة راح تكون. هذا بعد مفروض يمكس لهم كلهم ترى، على فكرة هو نقدر نمكس لهم كلهم. اذا شو نسوي؟ شوفوا نيبة تو لاين ورد نمسحها فور لاين. شوفوا هاي افضل طريقة تمكيس حق الكل، يريد يشيل من كل يعطي الكل. الافضل اذا كانت من هذا النوع. شوفوا الحين بيعطي الكل على اساس ان هاي ما يوقفون انتاج، والانتاج ما يتم مكان واحد. هذا الهدف كله. ما اعرف اذا هذا بيسوي فرق، يمكن انها بيوزع هني وهناك. لا خله بالطريقة هاي اجين اساس يوزع عليهم. شوفوا قام يوزع حتى لو مهني مش جاي. برويكم كيف يشتغل لحظة. شوفوا بعد يوزع اللي هني الاجزاء الثانية. ف اذا مكان يستهلك اكثر مكان هذا يساويهم. حلو هذا بلانسر وايد حلو تسوونه حق الانتاج. المهم نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة قادمة باذن الله. اذا عجبتكم الحلقة دقوا لايك، دقوا سبسكرايب، دقوا كل شيء طيب وكومنت حلو ان شاء الله. ونشوفكم في حلقات قادمة.